السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وهاد الايام رمضان تكونوا دوزتوها ان شاء الله مزيانه. كيف ما كتشوفوا صوب دي ساندويتش اللي عمرتهم اون فوا ساليتهم، جيت ديريكتوم عند ماما غنفطر عندها اليوم. وصوبت لهم حتى الكيكه حتى هي كيكوبوم. الكيكوبوم راه ديجا صوبت لكم فيديو عليها، اللي باقي ما شافهاش يمشي يتفرج. وبالنسبه لي ساندويتش كملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوني كيفاش صوبتو. جينا ديال الساندويتش غنحتاجو فيها هنا، انا عندي 400 غرام ديال الطحين، عندي معلقه كبيره ديال سنيده، عندي معلقه كبيره ونص ديال الخميره، ومعلقه ديال الملحه. وهنا درت 60 ml ديال الزيت، درت زيت العود انايا. دونك اول حاجه غنبدا بها غندير سنيده، الخميره، الملحة، ونديرو بوحتة زيت العود. والماء بالنسبة للماء، الماء يكون دافي. صافي ونبداو نعجنو. راه ساهلة. وهاد العجينه كتقدر تنفع، يعني تنفعكم من شحال من حاجه، كتقدروا تصوبوا بها حتى يعني البيتزا. غير هي في البيتزا انا كندير من الاحسن ديروا الخميره هي الاولى تذوب مع شويه ديال الماء وسنيده، كتكون من الاحسن. كتبقاو تزيدوا الماء غير شويه بشويه حتى كتجمع العجينه، ما كتجيش مرخوفه بزاف وما كتجيش قاصحه، خصها تجي رطبه. سي بون، هاي من بعد ما جمعت العجينه كيف ما كتشوفوا ما كتلصقش في اليدين، وكتجي رطبه، ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تلصق لينا في يدينا. دونك كدلكوها غير شويه، صافي كتجمعوها. نكمل فيها شويه هاد زيت العود، ندهنها غير من الفوق بشويه باش ما تلصقش. صافي، وغنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، وندوزو نصوبو حنا الحشوه اللي غنديرو في لي ساندويتش. بالنسبه للعماره، انا هنا شلطت بصاله كيف ما كتشوفوا، غندير بصله هي الاولى، غندير معها شويه ديال زيت العود، وغنخليها تشحر غير شويه باش يعطينا المذاق. انا البصله ما بغيتهاش تشحر ليا بزاف، غنخليها غير تشحر غير شويه، باش من وراها غنزيد عليها الفلفله حمراء وخضر. نشوفوا هذا الشيء دابا فين وصل. كي كيبداو يدبالو، واخا دات المقله انا هنا صغيره، مي ماشي مشكل، هما دبالو. دابا غنزيد عليهم صدر ديال الدجاج، انا قطعتو طريفات صغار، نزيدو عليهم. تعرفوا راه الدجاج صدر الدجاج دغيا كيطيب. دابا عاد ندير شويه ديال الملحه، غندير تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الصوجا، غنديرو شويه ديال الخرقوم غير باش يعطينا اللون، شويه ديال البزار غير شويه. صافي نحرك. نعاود نسد عليه نخليه، راه غير فاش كتسدو عليه داك الهواء ولا الدخان اللي كيرجع ليه، راه صافي دغيا كيطيب. دونك دابا هنا كلشي دابا طاب،
عرفتوا الريحه ديال الفلفل والبصله وانت صايم كتشم هادشي. ها سي بون. دابا غنزيد المايس. حط المايس نحركو. سي بون البوطه غنطفيها. العجينه دابا ديالي غتكون خمرات. كتربحوا الوقت، كديروا العجينه هي الاولى تخليوها تخمر، ما تجيو كتصوبوا هادشي حتى كتكون الخميره ديال العجينه ديالكم خمرات. صافي انا طفيت البوطيل هادشي وندوزو نشوفوا دابا العجينه باش نطلقوها. ها العجينه خمرات. شي قداش كتولي؟ ماشي غدوبل، تريبل. نحلها نحاولوا نخويو من داك الريح ولا البرد اللي فيها. نجمعوها وغنبدا نطلقها انا هنا بالطحين. جاتكم العجينه كبيره حاولوا تقسموها بحال اللي درت. صافي ونطلقها. شي فاش كتبغيو تطلقوها كتمشي معاكم العجينه ما تبقاش معكسه. هنا غنطلقها حتى نرققها مزيان. فوالا انا طلقتها دابا مزيان. شي قداش الرق ديالها كتجي؟ هنا شوية البلاصة اللي تبان ليكم باقا غليظة طلقوها. نستعمل انا هاد لو سيركل، بغيتو تستعملو صغر منو ولا كبر منو لكم اختيار. ندير هاد الوراد نبقى ندير بحال هكا حتى نكمل العجينه كلها اللي عندي. ما اللوحاش بيان سور نعاود نستعملها. شو كي كيجي دوش الطحين نحطهم هنا باش نمشي نطلق العجينه اللي بقات ليا الثانيه. ديما ديروا الطحين باش ما يلصقش ليكم. كملت طلق العجينه الثانيه. من بعد دابا ما درتهم هكا دويورات غندير فيهم واحد شويه الماء بحال هكا غير شويه ونقولهم باش فاش غنجمعهم ما يتحلوش. لي ما بغاش يدير الماء ما يديرش الماء. يقدروا ما يتحلوش ليكم في الفران، مي من الاحسن انا كنبغي ندير فيهم. صافي بحال هكا. ناخذ دابا وحده غنحاول ندورها بحال هكا ويورات كيف ما كتشوفوا غير بشويه
هاد الجنيبات غير نقرصوهم غير هكا غير بشويه، وهادو نقرصهم غير بشويه بحال هكا باش نجمعوا العجين. صافي نضغطو عليها غير هكا، صافي ندخلها نحطوها في لاطا الفراخ نكملو. تبقاو غير تلويو تقلبو، تجمعو هكا قريصة هنا قريصة هنا وهادي تجمعوها بحال هكا قريصة. صافي دابا نكمل هادشي كله بحال هكا. طبعا من بعد ما كملتهم كلهم دونك دابا غنحاول نفلحهم شويه بالموس. حاولوا تفلحوهم مزيان قبل ما يتنفخوا. الموس لابد يكون ماضي. دابا انا سي بون غنفلحهم وغنخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق يخمروا مازال. صافي غندهنهم بشويه ديال صفرت بيضه، غندير فيها شويه ديال الحليب وندير فوق منهم الزنجلان وندخلهم الفران. الفران انا غنسخنو على درجه ديال 220 درجه ونخليهم يطيبوا من تحت عاد نشري لهم من الفوق. انا خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا كيجيو مكرملين ورطبين. هانتوما اول حاجه دابا غنبدا نحلهم باش ندير لا فارس. بغيتو ديروا فيهم الخس تقدروا ديروا الخس، انا ما بغيتش ندير الخس دونك غندير غير لا فارس ديالي ديال الفلفله والدجاج والبصله. هكا ندير شويه الفرماج حمر من الفوق. واه هما واجدين بالصحه والراحه. نكملوا الحمد لله ساليت الفطور داكشي جا لذيذ سورتو لي ساندويتش لي صوب تخاطف عليهم في الطبله كوما فلت شي وحده ما كان يبقى ليا والو. انفو ساليت الفطور قلت باقي ما ساليتش ليكم الفيديو نط بالزربه باش نقول لكم باي باي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي غسيت جديده وبيان سور لي لايك
و البارطاج. باي باي عليكم.